سيداتي سادتي أنساتي أعزائي المشاهدين، الأقباط وغير الأقباط، المسيحيين على مختلف عقائدهم أو مختلف أطيافهم في كل أنحاء العالم، النهاردة بخاطبكم بصفة شخصية من أجل أورشليم القدس. بداية أنا بتكلم في موضوع حساس جدا وشائك جدا، ومتأكد إن في ناس كتير هتعارضني، لكن أنا بعرض وجهة نظري وعلى يعني رأي المثل، ربنا يشهد أنا ببلغكم. في إيدي قرار غريب الشكل لا يقل خطورة عن القرار الهمايوني أو مذبحة ناجي حمادي. القرار بيقول إيه؟ القضاء الإداري يمنع الأقباط من زيارة الأماكن المقدسة بدولة إسرائيل. قضت محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع الأقباط المصريين من السفر إلى أورشليم وبيت لحم وغيرها من الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلال إسرائيل، ورفضت السير في إجراءات سفر مواطن قبطي طالب بتمكينه من السفر بعد اشتراكه في رحلة سياحية لهذا الغرض. وقام وجدي يعقوب دعواه ضد كل من لواء حبيب العدلي، يعني هو عمل دعوة طلب فيها أن يروح الأراضي المقدسة، ولكن مع الأسف الشديد المحكمة ردت عليه كالآتي. قالت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلي أن القانون منح وزارة الداخلية سلطة منع المواطنين من السفر إذا استشعرت أن سفرهم يشكل خطورة على أمنهم الشخصي أو أمن الوطن، وأن وزارة الداخلية بررت منعها للمواطن القبطي بأنها تتخوف من اعتقاله أو إيذائه في الأماكن المقدسة، خاصة أنها ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي. أنا هقف هنا شوية وأقول لكم حاجة صغيرة. وزارة الداخلية بتقول إنها بتمنع الشخص خوفة من اعتقاله أو إيذائه. طب أمال لما هي خايفة على الأقباط إنها تتبهدل في إسرائيل، طيب اللي اعتقلوا في الكشح دول اعتقلوا ليه؟ يعني اللي اعتقلوا في ناجح حمادي اعتقلوا ليه؟ ده كلهم ما عملوش حاجة. طيب فين اللي عملوا الخراب في فرشوط المسلمين؟ 90 واحد عندي بالاسم مش مجال. إذا هنا وزارة الداخلية بتمنع الأقباط خوفة من اعتقال. لا بس كان في مرة مثل بيقول في قط وقع من السماء أم الفار، في فار وقع من السماء أم القط، قال له اسم الله، قال له ابعد عني ما اقولكش دعوة أنت. يا ريت وزارة الداخلية تطلع الأقباط من دماغها وتسيب الملف القبطي ده، ولو رئيس مصر ذكر ياخد الملف القبطي من وزارة الداخلية. على اي حال مش موضوعنا ان احنا بننتقد السيد الرئيس الجمهوريه او بننتقد وزاره الداخليه، احنا بس بنقول ان القرار الهمايوني اللي ساعد على طلوعه مش عارف مين واصبح النهارده بنعاني منه. طب يا ترى حد ساعد على استصدار هذا القرار بمنع الاقباط من القدس من زياره اورشليم؟ طب وهيقعد قد ايه؟ اسمع حضرات المشاهدين، انا كنت موجود في القدس الاسبوع في القدس اورشليم 10 ايام، رحت قدست. اشكر ربنا انها اجمل ايام حياتي. علشان احكيها لكم مش محتاجه وصف، محتاجه انك تزور. كون انك تخش قبر المسيح وتاخد بركه، دي انت بتحس بحاجه تانيه خالص. طيب أنا عايز أفهم ليه منعنا من زيارة أورشليم؟ هل السيد المسيح كان عربي؟ هل أورشليم دي أرض عربية؟ إزاي إن أنا أطالب
افرض ان القدس دي ما اتقسمتش ومش هتتقسم، يبقى الاخباط ما يخشوش اورشليم خالص. ليه؟ حرام ولا حلال؟ على اي حال انا بخاطب قلب قداسه البابا شنودة الثالث اللي قال لن ندخل القدس الا ومعنا اخواننا المسلمين. الكلام ده كويس خالص، بس قداسة البابا قداستك عملت، معرفش انا اسف ما بلومش قداستك، بس في مشكلة اتعملت للبطرك اللي هيجي بعد عمر طويل 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 لقداستك. البطرك اللي هيجي بعد كده لو قال زوروا اسرائيل ما بقاش وطني، لو قال خدوا بركة القدس ما بقاش وطني. وهو سيدنا بقى قرار منع الأقباط من زيارة القدس. وعلى فكرة يا سيدة وزير الداخلية، أنا لما رحت أورشليم اليهود ما اعتدوش عليا، لما قالوا إن أنا مصري، اللي اعتدى عليا وكان عايز يقتلني الفلسطينيين. وعلى فكرة يا سيدة وزير الداخلية، أنا كلمت القنصلية المصرية هناك ورد عليا مساعد القنصل الأستاذ أحمد فؤاد وقلت له أنا هسجل الكلام ده على الهوا. قال لي سجل يا فندم. وقلت له أنا تعرضت لعملية اغتيال من جانب الفلسطينيين اللي ضيعنا حياتنا عشانهم وفلوسنا عشانهم ودخلنا ثلاث حروب عشانهم. قال لي معلش ده دول فئة وإحنا عارفينهم. يا ترى القنصلية عارفاهم ولا مسلطاهم على المصريين؟ نصيحتي لكل مصري اللي يروح القدس عن اي طريق ما يقولش انه مصري هناك، اليهود مش هيعملوا لك حاجة. انا تعرضت للاغتيال من جانب الفلسطينيين واللي انقذني ربنا بايد اليهود، كان بيني وبين الموت 2 feet.